كل القوانين واللي يتخمم وتفكر الجامعات الرياضية باش تنقحها لابد من عرضها مسبقا على اللجنة الوطنية الأولمبية، عرضها على الوزارة كما تعرضها على اتحاداتها الدولية. علاش؟ لأنه هذه منظومة دولية للرياضة. احنا اللجنة الوطنية الأولمبية اللي احنا جزء من اللجنة الدولية الأولمبية مثلنا مثل الاتحادات الدولية، نسروا باش تكون القوانين اللي تسنها الجامعات الرياضية متناسقة متناغمة غير خارقة غير متضاربة، أولا مع القوانين الوطنية اللي هي ما هيش متضاربة مع القوانين الدولية، وكذلك مع مقتضيات الميثاق الأولمبي. وهذا يدخل في صميم مهمة اللجنة الوطنية الأولمبية اللي تعلمه كل الجامعات الرياضية. كل جامعة رياضية اللي منخرطة في اللجنة الوطنية الأولمبية هي ملزمة باحترام مقتضيات القانون النظام الأساسي للجنة الوطنية الأولمبية، ولا يمكنها خرق، وهذا ما تسمحش به حتى الاتحادات الدولية. رأي الاستقلالية ما هيش الاستقلالية يعني اللي تؤدي للفوضى ولا تؤدي إلى تشتيت الصفوف ولا معناها نعمل اللي نحب، لا، الاستقلالية هي الاستقلالية المسؤولة، وهذا اللي صادقت عليه منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية الأولمبية. ما معنى الاستقلالية المسؤولة؟ هي الاستقلالية التي تعني العمل بصفة تشاركية بين الجامعات الرياضية، اللجنة الوطنية الأولمبية اللي هم منخرطين فيها، وكذلك السلطة الوطنية. احنا ما نسمحوش للسياسة أن تتدخل في الرياضة ولا توظف الرياضة للسياسة. جامعة كرة القدم هي اللي أعطتنا الفرصة باش نخرج البلاغ اللي هو موجه لكل الجامعات، أما هي المنطلق بما فعلته في جلستها العام الأخيرة. احنا ما نخبيوش الحقائق، احنا كنا موجودين في تناغم متكامل كامل. والناس الكل ملتزمة بالنظام الأساسي اللجنة الوطنية الأولمبية. اليوم اللي يخرق النظام هذا إيش يعني؟ يعني هو حكم على روحه بالخروج من العائلة الأولمبية، والخروج من العائلة الأولمبية قرار خطير يهدد المرفق العام، والعواقب متاعه خطيرة. ولا أظن أنه أي جامعة ولا مخارتها باش يسمحوا بمثل هذا الخروج، كما أن السلطة الوطنية لن تسمح بهذا الخروج، واللجنة الدولية لن تسمح بهذا الخروج، والاتحادات الدولية لن تسمح للاتحادات الوطنية المنخرطة فيها أنه يقع خروج على العائلة الأولمبية، وأن هذه العائلة موجودة لخدمة الاتحادات الوطنية وللتنسيق بينها وبين الاتحادات الدولية واللجنة الدولية الأولمبية وكذلك السلطة الوطنية. احنا في خدمة الجامعات مش باش نسلطوا على الجامعات، اما الجامعات اللي تخرق القوانين ولا تخالف القوانين هناك محكمة رياضية لما تصدر حكمها من واجب اللجنة الوطنية الأولمبية ان تصر على تنفيذه، هذا ما فيه حتى شك. والان اعلنها صراحة وان القوانين المنطبقة على جامعة كرة القدم هي القوانين القديمة مع الأخذ في الاعتبار لبعض التنقيحات اللي ما ألغتهاش المحكمة الرياضية، وكل طرف يعني يحب يطعن قدام المحكمة الرياضية على أساس القوانين القديمة فهذا حق من حقوق. ليتفهم جامعة كرة القدم هذا لا مجال للتمرد، لا مجال للعصيان.